السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا دودة القزر وحاجاتها الجميلة. هي بتنتج الحرير، بتتغذى دودة القزر على ورق التوت اللي في الشجر، هي اكلها المفضل. وبعد ما بتاكل الورق بتنزل بعد كده خيوط بيضة، بتعملهم زي ما انتوا شايفين بكر كده، بتكونهم حرير. ده انضف انواع الحرير بتاع دودة القزر، سبحان الله الخالق المصور. سبحان الله، هي اول حاجة بتدخل كفراشة وبتفضل بتدخل كدودة الاول، وبعد كده بعد ما بتاكل من الورق وبتعمل خيط وتلف تلف حوالين نفسها، وبعد ما بتلف بتعمل بكر، وبعد ما بتعمل البكر عشان تطلع من البكرة بتتحول، هتشوفوا دلوقتي، لفراشة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بتطير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وبشير. السلام عليكم.